مختار حطي له مرة هم قلت له هم قلت له مختار يا ما الله من عنده ايش يقول لك ما تقولي يا ولي يا اختي ضل علي ليش ضل يا عمري الله ينطيكم ان شاء الله انا حالي حاجتك ستة ولي يا اختي ستة الله يسدني من البيت اطربي منها القديمه برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي وعضوية شخصيات نيابية وحكومية من مختلف الكتل وصلت قرية بروانة الكبيرة شمال قضاء المقدادية لجنة للتحقيق في عمليات قتل جماعية شهدتها القرية قبل أيام. اللجنة التي أكملت أعمالها خلال ساعات متأخرة من مساء أمس الاثنين كشفت بأن جميع القتلى هم من خارج بروانة باستثناء 4 منهم وأن جميعهم لا يملكون مستمسكات رسمية. سألت المختار الحقيقة وسألت بعض المواطنين يقول من أهالي المنطقة 4 مقتولين أما الآخرين فأغلبهم من خارج هذه المنطقة خارج منطقة بروانة. سيتم الكشف عن هؤلاء والكشف عن هوياتهم لحد هؤلاء المقتولين لا توجد لديهم هويات. كتلة ديالى هويتنا كشفت عن معلومات وصفتها بالمهمة تضمنت قيام القوات الأمنية بفتح المجال للعوائل بالخروج قبل انطلاق العمليات العسكرية إلا أن عناصر داعش لم يسمحوا بذلك. أما القتلى وبحسب أعضاء الكتلة فهم ليسوا جميعا أبرياء كما أنهم ليسوا جميعا دواعش. بروانة تم فتح منافذ عدة وتم إلقاء منشورات من قبل عمليات دجلة للمواطنين اللي بقوا تحت حصار داعش والمناطق المسيطرة عليها. هؤلاء السكان قسم منهم كانوا مع داعش وقسم لم يستطيعوا الرحيل من تلك المناطق بسبب سيطرة داعش ومنعهم. كما أشارت نتائج التحقيق إلى خلو بروانة من عمليات حرق للدور أو نهب للممتلكات فيما أكملت الدوائر الخدمية إيصال الخدمات الأساسية للمواطنين. لاحظنا وتجولنا في هذه المنطقة ويمكن الإعلام نقل وسينقل الحقيقة أنه لا يوجد حرق ولا يوجد تجاوز على ممتلكات المواطنين. الحرة التقت بالعديد من منتسبي القوات الأمنية المكلفين بالواجبات في بروانة مثلما التقت بالعوائل هناك وكانت هذه الروايات عن القتلى. ابن أختي وابن خالي أبو عمر هنا يشتغلون بالصحب المستصلص هم أخذوهم وشت لهم شارع العرب هناك. أي والله يا عيني شباب بعدهم. أي والله يا عيني شنسوا إنا إله وإنا إليه رجعين. غير هذا ولا هجونا الجماعة الجو هذا الباقي هنا إرهابي ويا داعش لو ما عنده شيء كان طلع ويا جماعة طلعوا. قرية بروانة الكبيرة هي الأكثر شهرة هذه الأيام في هذه المحافظة والمحافظات الأخرى على خلفية عمليات قتل اختلفت روايات الساسة بشأنها. من قرية بروانة الكبيرة شمال قضاء المقدادية عادل عنبقي الحرة.